نهاركم سعيد. في فكرة عم بتأمل فيها لي الحقيقة سنوات، وما عم بتأمل فيها كفكرة نظرية أو فلسفية بقدر ما هي فكرة واقعية اجتماعية فينا نشوفها يعني واقع حياتنا وبالإعلام بالتاريخ وبشكل ملموس يعني للشخص اللي بيدور وبيدور على هي الفكرة يعني، أو بيلحقها يراقبها يشوف كيف بتجلى. وهي الفكرة يعني بدون ما أطيل الشرح، هي إنه أي غموض أي شبه التصوف دائما بتكون العدو اللدود للمؤسسة الدينية، وأكثر مئات المرات من اللي ممكن نسميه المؤسسة، أو اللي هو بيكون بالحقيقة إلحاد مثلا أو علم تجريبي لا ديني. رغم أنه طبعا في عداء كبير تاريخيا بين يعني رجال أو نساء بالمؤسسة الدينية، رجال وطبعا والملحدين واللادينيين إلى حد كتير كبير، ونظريات علمية معينة مثل نظرية التطور وغيرها. واليوم مثلا كل الحديث عن الجندر والجنس والأمور هي من ناحية علمية أو يعني تبدو علمية، رغم أنه موجود هذا العداء، ولكن اثنين هذول الطرفين بيتحدوا في العداء الشديد جدا لكل ما يدعى من قبلهم باطنية أو ميستيكية أو أسرارية، وكل شيء بيشبه هذا النوع من التفكير أو الروحانية. والحقيقة إذا من رأب بالتاريخ منشوف أنه فعلا في تحالف وثيق بين هذول الطرفين اللي بيتجلوا غالبا بالمؤسسة الدينية والدولة تجاه كل فكر يبدو عليه الباطنية، سواء كان الأفلاطونية المحدثة، سواء كان الفيثاغورية، الأفكار الهرمسية، الأفكار اللي الماسونية. طبعا عم نحكي عن الماسونية بشكل الأولي وليس بالشكل الأسطوري والخرافاتي اللي اليوم يعني بيعتقد فيه البعض، أو يعني كل نوع تفكير بيلجأ للفن، للمشاعر، للأحاسيس، سواء كان متطرف أو معتدل. والحقيقة أنه اكتشفت من أيام أنه عدد من المفكرين الحقيقة طبعا لاحظ هاي الملاحظة. سولوفيوف كتب بكتابه نقد المبادئ المجردة، وغيره طبعا لمح لها بشكل أو بآخر. في يعني بتاريخ الفكر بنشوف أمثلة واضحة أحيانا تتجلى عن طريق موقف الدين أو المؤسسة الدينية من ثنائيات، يعني مثلا مفكر فلان ومفكر فلان عاشوا بنفس العصر، بنشوف كيف تعاملوا معهم سلطات المؤسسة. بالتاريخ الفكر الروسي مثلا بالقرن 19 كان في عندنا شخصيتين، كان في عندنا المفكر والفيلسوف الروسي فلاديمير سولوفيوف، وكان عندنا مفكر آخر اسمه فاسيلي روزانوف. والحقيقة أنه هدول الشخصيتين طبعا بنحكى كتير عنهم، فكرهم كتير مثير وخاصة روزانوف. ولكن بيردياييف بسيرته الشخصية بيعلق تعليق صغير وملفت على هدول الشخصيتين وموقف المؤسسة منه. بيقول أنه كانت المؤسسة الدينية أو كثير من المتدينين في ذلك الوقت مستعدين يسامحوا روزانوف أكثر بألف مرة من مسامحة أو الغفران لسولوفيوف. والحقيقة هذا الشيء يثير السخرية. اللي بيعرف فكر روزانوف من قريب بيعرف أنه روزانوف إلى حد كبير ضد المسيح على طريق نيتشه يعني، أو خلينا نقول شيء قريب منه بس مو تماماً. روزانوف بدافع كتير عن الكنيسة، ولكن بدافع عن الكنيسة بوصفها مصلحة لتعاليم المسيح بشكل ما، إنه المسيح كان ضد الجسدانية والمادية والجنس والعائلة والأمور اللي متعلقة بالمجتمع. أما الكنيسة على العكس تماما، فهي حاولت إنه تعطي الإنسان أمل، تعطي الإنسان معنى لحياته، تخليه يستمر عن طريق الأمور الطبيعية، تعلقه بشيء طبيعي، وأنه طبعا الجنس والتكاثر هو يعطي معنى لحياة الإنسان وبيخليه يغلب الموت. الإنسان يغلب الموت عن طريق التكاثر.
فهي الفكرة ملخصة طبعا. والحقيقة أنه يعني بهذا الشكل فكرته غير روحانية أبدا. وحتى هو حكى عن المسيح كشخص، يعني يسوع المسيح الناصري، تكلم عنه بشكل اعتقادي شديد، وفينا نقول عنه سيء من وجهة نظر دينية. بينما عند سولوفيوف ما بنشوف هذا الحكي أبدا. سولوفيوف كانت عقيدته المسيحية الرسمية يعني ما فيها شائبة، فينا نقول من ناحية طبيعة المسيح، الإيمان بالثالوث، حتى يعني دور الكنيسة، يعني خلينا نقول بالأمور الرسمية الشكلية كان لا غبار عليه. تفسيره لهي الأمور أحيانا طبعا بياخد شكل ممكن لا يتفق معه الشخص، مثل دور الكنيسة وما هي الكنيسة حقيقة وشمولية الخلاص للجميع، بما أنه لا يؤمن بالجحيم مثلا. عنده تعليقات كثير على سلطة الكنيسة، تاريخ الكنيسة. كمان كان عنده ميول كاثوليكية على سبيل المثال، بينما روزانوف بالطبع لا، كان مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، حتى لو كان عنده انتقادات ضدها أيضا، ولكنه كان معها عمليا، مشجع لفكرها يعني. سولوفيوف كان عنده ميول كاثوليكية، البعض يقول أنه تحول للكاثوليكية بسنوات لاحقة من حياته. كان عنده حلم أنه يوحد الأرثوذكس والكاثوليك، القيصر الروسي سياسيا وبابا روما دينيا. طبعا هذا الشيء ما ممكن تغفره الكنيسة الروسية. ولكن إذا بناخذ بالمجمل، يعني خلينا نقول كشخص دارس اللاهوت المسيحي، ما في غير يلاحظ أنه سولوفيوف مسيحي بمعنى أعمق بكتير وأكبر بكتير من روزانوف. يعني بعتقد ما حدا ممكن يقول العكس. ومع ذلك بيقول بردياييف كانوا الأرثوذكس المتدينين مستعدين يسامحوه ومستعدين يبلعوه أكثر بكتير من بلع سولوفيوف. والحقيقة السبب أنه سولوفيوف كان عنده هذا الجانب الباطني، محاولة تفسير الأشياء، محاولة رؤية أعماق الأشياء، محاولة إعطاء معنى آخر للعالم، للوجود، لمسيرة التاريخ. وهذا الشيء تحديدا مثل ما قلت بالبداية، لا الوضعيين مستعدين يتسامحوا معه، ولا المؤسساتيين مستعدين يتسامحوا معه. وإذا منشوف التاريخ منشوف أنه هذا الشيء كمان كان بتاريخ الإسلام، بتاريخ الكنيسة الغربية. مهما كان العداء لرجال العلم الكيميائيين والخيميائيين والفيزيائيين والرياضيين، يضل أهون 100 مرة من الموقف من المتصوفة والمستيكيين واللي عندهم هي الميول اللي توصل بكثير أحيان كانت للقتل والصلب والسحل والتمثيل بالجثث وبشكل ينم عن يعني هيجان عظيم لا يمكن رده ولا يمكن كبحه. طبعا هذا الأمر فعلا مثار للتأمل، فعلا بيستاهل تأمل كبير لنشوف أنه كثير أحيانا الفكرة اللي تبدو ملحدة هي لا تهدد السلطة بقدر ما يهددها التفسير الآخر حتى لو كان ديني. وهذا الشيء مثل ما قلت عبر التاريخ بنشوفه بعشرات ومئات الأمثلة، يعني هو مو مثال واثنين، في كتير أمثلة عنا عن هذا الشيء. بس حبيت شارك بهي الفكرة، ممكن يكون طبعا نحكي عنها بمرة قادمة. شكرا للاستماع.